ايه رايك في انتقال كهربا للاهلي؟ طبعا حاجه كويسه جدا، وكنت بتمنى، انا مشجع اهلاوي طبعا، كنت بتمنى في يوم من الايام ان هو يلبس تيشيرت النادي الاهلي. كهربا نور الاهلي. طبعا هي صفقه كويسه جدا للاهلي. الفتره اللي فاتت كهربا كان من المع النجوم اللي كانوا موجودين في الزمالك السنه اللي فاتت. باشمهندس عدلي القيعي كان من سنتين كده، من 2016 او من 3 سنين، من 2016 كان اتسال في حوار مع جريده معينه، قالوا له كهربا ممكن يجي الاهلي، قال له الاهلي محتاجه. هو ابن النادي، وطلع كذا مره في تصريحات كتير ليه بيقول ان انا ابن النادي وانا ابن القلعه البيضاء وانا الزمالك عمري والزمالك حياتي، ازاي بقى هيروح الاهلي مره واحده واي لاف يو اهلي. الاهلي استقرار وبطولات وفوز ومفرح الناس كلها. هو مش المهاجم السوبر الصراحه، اللي هو يعني يجي الاهلي ويتعمل عليه كل البلبله دي ويحصل نزاع بينه وبين النادي الاخر، فهو لاعب عادي جدا. انت شايف ان كهربا هيلعب مكان مين في الاهلي؟ والله دي رؤيه مدرب، دي وجهه نظر مدرب. لو كهربا هيفيد الفرقه هيلعبه اساسي، مش هيفيد الفرقه هيلعبه احتياطي. انا شايف ان هو مش هيلعب مكان حد، هو هيبقى فيه تدوير ما بينه زي الروتيشن اللي بيعمله فايلر دلوقتي. هو بنسبه 90% هيلعب مكان رمضان صبحي، ان رمضان صبحي كده كده هيمشي اخر الموسم هيرجع تاني الفريق بتاعه. ومعانا مدرب يقدر يوظفه في اي حته. هو عندنا مثلا لو مفيش مهاجم حاليا في يناير، فهو افضل ان هو يبقى مهاجم بدل اجاي، ولو بقى لاعب باك هيمشي طبعا رمضان صبحي اخره 6 شهور، شهر 6 اللي جاي، فيلعب مكان رمضان. هو هيلعب مركزه هو زي حسين شحات بالظبط، فانا شايف ان حسين شحات هو فت عنه واحسن منه بكتير وملتزم. انت شايف ان هو هيكون اضافه كبيره للاهلي؟ اكيد طبعا هيضيف كتير جدا للاهلي. كهربا السنه اللي فاتت مجرد ما بعث ساب الزمالك في اخر 4 ماتشات ليهم، الزمالك وقع وقع جامده جدا في الدوري، الكونفدراليه كملوا فيها برده كان بسبب كهربا، فكهربا كان عمود اساسي في الزمالك، فاكيد لما يجي الاهلي في وسط المنظومه اللي موجوده دلوقتي هيقدر يخدم كتير جدا. طبعا اضافه قويه، ده ابن النادي الاهلي طبعا، وهيدي اكتر النادي الاهلي. هو مش اضافه للاهلي ولا حاجه، وانتوا هتاخدوا فيه مقلب طبعا. اضافه قويه ان هو مركزه، وفي نفس الوقت كسن 24 سنه طبعا اضافه كبيره قوي ان هو لسه هيدي كوره، وفي نفس الوقت هو انتمائه للنادي الاهلي. هو لاعب مشاكس مش لاعب ملتزم، وانا رايي شخصي وتحليلي ان هو مع نظام الاهلي الصارم الكهرباء مش هتأقلم عليه. لا طبعا هو مش اضافه للاهلي، الاهلي عنده كل الناس اللي موجودين بيلعبوا في نفس المركز بتاع الكهرباء، عنده وليد سليمان، عنده رمضان صبحي، عنده في كذا حد هو موجود في الاهلي بيلعب رايت وينج وبيلعب ليفت وينج يعني.